بس خلينا قبل ما نتكلم بتفصيل اكتر، ما ينفعش نكون في يوم زي ده وبنحتفل مع اللاعبين ما يكونش معانا احد اللاعبين الحقيقه اللي عمل طفره كبيره جدا، سواء في السوبر او في كاس الكؤوس، وفاجئنا بالمستوى الكبير ليه، وكمان جوه الملعب قائد، وشفناه بعد الماتش وهو بيعيط معانا الكابتن وكابتن الفريق كابتن اسلام حسن. اهلا بيك يا كابتن اسلام. كابتن عايز، ايه الاخبار؟ الحمد لله. وحشني جدا جدا جدا. الله جدا حبيبي يا كابتن عايز. عايز اقول لك ان انا يعني انا انت من اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها والله العظيم، يعني مش بقول لك زي ما انا كنت بحب اتفرج عليك زمان انت عارف. حبيبي يا كابتن، بس يعني الحقيقه انا بهنيك يا كابتن على المستوى الروح. يعني عايز اقول لك كاستيلو بيمثل. ها طب ليه بتقول كده يا كابتن اسلام؟ يقول لي النبي خليه لعبني وينج رايت، هو راجل مصمم حمايد اللي يلعب. شفت بقى يعني. بس هي الفكره برضو، خلي بالك انت كان عليك دور، انا يمكن اشرت اليه بشكل او باخر، ان اللعيبه القدام والجهاز الفني اثروا الوقت على المدير الفني. كلامي صح يا كابتن؟ والله بص يا كابتن هيثم، هو يعني على طول انا بقولها الموضوع كان صعب جدا، يعني الله يكون في عون الراجل، خد مسؤوليه في وقت صعب جدا، انت داخل على يعتبر بطولتين وهو في فتره قليله جدا، في تمارين قليله جدا، في عدد تمارين قليله، ماتشات كتير قوي وعدد تمارين قليله، ودي صعبه صحيح. جدا ان حد ياثر فيها في فريق، وفريق جاي من خساره يعتبر. الله ينور عليك. صح، هي بتاعت الفريق واقعه، وفي نفس الوقت انت فنيا مش احسن حاجه او بعيد جدا فنيا، لان انت كذا مدرب يمسكك في نفس السنه، فالموضوع مختلف ومدرسه اسبانيه مختلفه تماما. بس هو يعني حظه حلو ان كتير جدا من اللعيبه بتلعب في المنتخب عارفين المدرسه الاسبانيه او معاشرينها، عشان بروندو طبعا بيمر المنتخب الاسباني طبعا. بالظبط كده، فالموضوع فرق جدا معانا، واختيار يعني صعب جدا من النادي ان تجيب حد من المدرسه الاسبانيه بالذات، لان مدرسه خلاص مصر فعلا عارف اللي هي شربت المدرسه دي، وفي نفس الوقت هي لايقه على اللعيبه المصريين. خلي بالك برضو نفس الكلام، ما هو مستر اجوستي في الباسكت نجح اسباني. بالظبط كده، واحنا جربنا كمان في الهاندبول، احنا بقى لنا 3 أو 4 سنين مجربين في الهاندبول، ان المدرسه دي اكتر مدرسه لاقت على الستايل المصري، لان صحيح. انت ما عندكش اختام كبيره. احنا عملنا دعايه كده لاسبانيا كتير قوي يا كابتن. والله بص، لا فعلا هم يستحقوا، مدرسه محترمه جدا، وخلي بالك احنا لو الكواليتي بتاع اللعيبه قليل ما كانش هتنفع معانا. لا يا كابتن، لا يا كابتن، كواليتي قليله يا كابتن. يا كابتن انتوا احسن فريق في مصر والله، ما بنقول كده عشان انا بتكلم فيه، ان الكواليتي بتاعت اللعيبه ساعدت المدرسه دي انها تنجح طبعا. ولسه كابتن عندكم كتير، بس خليني اقول انت كان عليك دور كبير يا كابتن اسلام، لان انت كابتن الفريق والقائد للفريق، فكان عندك مهمتين، مهمه نفسيه لان اللعيبه الحقيقه تعرضت لاخفاقات كتيره، بالرغم ان احنا كنا اغلب هذه الاخفاقات احنا الافضل، ومهمه ثانيه فنيه، ان انت عايز بسرعه نقف على رجلينا عشان ما نطلعش بموسم صفري. كلمني عن المهمتين ونجحت فيهم ازاي يا كابتن اسلام؟ بص مش لوحدي، عشان ما بقولكش ان انا شايل كل حاجه لوحدي، لا مش لوحدي بصراحه. هي ليها كذا جانب طبعا، المدربين ليهم كل الاحترام، كابتن احمد سالم وكابتن ميش وحتى الدكاتره وكل الناس ليها احترامها، لكن انا معايا في الفريق مصري وخليل قاموا بالدور ده كويس جدا، والفريق نفسه عنده استعداد، او الفريق بقاطر ان هو يكسب، لان هم حاسين بالمشكله اللي احنا فيها. احنا فريق بيتكون، يعني احنا عندنا صحيح. تقريبا 16 واحد لعيبه صغيره جدا، فان انت بتكون الفريق ده وبيحصل تجديد في الدماء ده بيبقى موضوع صعب جدا، لكن احنا بامانه ربنا اللعيبه دي ساعدتنا جدا، اللعيبه احنا ما حسيناش ان هم صغيرين، دماغهم كبيره جدا، عقلياتهم ان هم محتاجين ان هم يكسبوا على طول عشان المكسب، ده فرق معانا جدا وساعدنا ان احنا الكلام اللي بنقوله او الكلام اللي احنا عاوزين نحفزهم بيه هم من جواهم هم مستوعبينه جدا، فده بيسهل الطريق جدا علينا. طب يا كابتن، يمكن برضو يعني الناس بتتكلم على المشاركه ببطوله العالم او كاس العالم للانديه، ودي غبنا عنها كتير، وانت عارف طبعا طموحات جمهور النادي الاهلي ملهاش حدود، واحنا كمان معاهم لاقصى حد ممكن نفكر فيه، اكيد انتوا باصين على كاس العالم، عايزين تادوا فيه اداء كويس، خاصه ان في اخبار جايه من الاتحاد الدولي ان احنا نتجنب بطل اوروبا في البدايه، شايف مشاركتنا ممكن تبقى تاريخيه المره دي يا كابتن؟ والله بص يا كابتن هيثم، احنا فريق كنادي الاهلي واي فريق مصري او اي منتخب مصري، احنا ما بنحبش موضوع ان احنا نروح نعمل عارف اللي هو اداء مشرف وخلاص، احنا عاوزين، احنا عندنا اكيد على ميداليه، فاكيد احنا رايحين، احنا نفسنا نعمل نكسب ميداليه، والحمد لله ان الموضوع كمان اختلف كمان، ان انت ممكن ما تلعبش بطل اوروبا في الاول، ده هيساعدك اكتر، وفي نفس الوقت انت الريكورد في النادي الاهلي ان انت الفريق واخد فضيه قبل كده. صحيح. احنا طبعا احنا بنامل ان احنا نرجع نعمل نفس النتيجه دي تاني، ان احنا ناخد حاجه من الميداليات، وان شاء الله نقدر نشرف مصر كلها يعني. ان شاء الله يا كابتن اسلام، واحنا يعني بنحبك جدا، وانا يعني انت من اللعيبه المقربه جدا ليا بامانه، وبحب اشوفك جوه الملعب،
بشكرك يا كابتن اسلام وبقول لك الف مليون مبروك يا كابتن. شكرا ليك وسلامي لكاستيلو ومش هيمثله يا كابتن، اوعدك بقيه الحلقه مش هيمثله يا كابتن اسلام.